مساء الخير يا الله اكبر. بسم الله. اهلا اهلا مره سوي هاي بكم في فيديو جديد في قناه انا فيكم. فيديو اليوم امسكوني من اكثر الفيديوهات اللي انا احبها لاسباب عديده. اول شيء هذا الفيديو حيكون عباره عن رحله في 3 ايام كونسرت ميدل بيست ساوند ستورم السنوي. اول شيء لازم نتفق عليه هو اسمه ميدل بيست. بيست، لا اسمع احد يقول ميدل بيست. بيست من ايش؟ بيست يعني وحش. ميدل بيست السنه اللي فاتت كان ميدل بيست مدته 4 ايام وسويت انا 4 لوكات نار وشرار. اذا ما شفتوا الفيديو روحوا شوفوه، هذا الثمبنيل حقه. فهذه السنه حيكون مدته 3 ايام فحيكون اقل لوكات بس ان شاء الله حتكون ارهب. احلى شيء صراحه هذه السنه الترتيبات حقت ميدل بيست شويه حتكون مختلفه عن السنه اللي فاتت. طبعا كلموني وحروح في اي بي وكذا، حجلس من الشرفه واقول بس اللي شويه يزعل انه مو كل صحباتي حيكونوا معايا فما اقدر اصورهم في الفلوج لانه مقسم اقسام. في التذاكر العاديه حقت كل الناس اللي تحت، اللي تذاكر البريميوم حقت اللي بعدين، في تذاكر حقت الفي اي بي اللي، فان شاء الله حكون احاول اغطي لكم قد ما اقدر واصور لكم كل الناس اللي تحبوهم اللي حقابلهم فوجي. طبعا لسه ما جهزت ولا شيء، حنزل السوق وحشتري كل حاجه وحتكونوا معايا ان شاء الله في هذا الجيرني. كمان من قبل لا نبدا هذا الفلوج حكون اصور فيه لوكات وتيك توكس مره كثير، فهذا حسابي في تيك توك انا دوت بيكو. اذا تبغوا تشوفوا الفيديوهات الرهيبه اللي سويتها، او اذا ما عندكم تيك توك تقدروا تشوفوها على الانستغرام، حنزل لكم هي كريم. او اذا ما عندكم لا هذا ولا هذا يعني العوض بس حابه اقول انه حيفوتكم. لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك وشير. يلا نبدا الفيديو. وبما انه جوال جالكسي زي فليب 4 رهيب مره في التصوير الليلي، قلت طبعا 100% اني حاخده معايا لانه ميدل بيست از ذا بيرفكت بليس. احس اللي هو ظلام الوان خافته وكله ليزرز، فاحس مره التصوير فيه حيطلع جيد. بس خلينا نسوي تيست صغير مع بعض. حنروح على مور، حنضغط هنا النايت. اتوقع اوريدي تقدروا تشوفوا الفرق بين نور وجهي هنا ونور وجهي من خلال الجوال. بس خلينا نطفي الاضاءه اللي انا جالسه عليها. اوكي، خليت اخف اضاءه اقدر اقعد فيها. طالع كمية نور الصورة، شايفين؟ كاني ليترلي كاني حاطة فلتر او كاني مشغلة نور اضافي. ترقبوا الصور اللي حتطلع من بعد ميدل بيست. يوالي، هذا حسابي في انستغرام لو حابين تروحوا تشيكوا على الرهاب اللي هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المطار. طبعا معاكم انسة لاست مينت. كان نفسي اصور لكم التجهيزات حقت ميدل بيست وانا اقول هذا الاوتفيت ترى حسوي فيه. السنة اللي فاتت فهمتوا انه ايش فكرته وكيف الميك اب حكون، الفيجن حقي متصورته وارفع شنطه ونمشي كذا. لا لا لا، بس لا، لانه بعد اجتماع في الرياض فلازم فجأة اروح الرياض قبل الموعد اللي هو المفروض اروح فيه. انا ما رحت السوق، ما عندي اوتفيتس لميدل بيست وشكرا مع السلامة. شلت شنطتين، نزلت كل دولابي فيها وانا متأكدة ولا اوتفيت واحد اقدر اطلع منه به. فلما حوصل الرياض خلص من شغلي وحجري على السوق عشان ندور ملابس تسترنا في ميدل بيست. الحين وصلت الفندق ولسه ما ابغى افكك اغراضي ولا شيء الين بوريكم الغرفه. شوفوا دوبي دخلت من الباب فجاه كذا في جدار، بعدين ترى حرفيا الشيء الوحيد اللي باسطني انه في 3 شبابيك كبيره فقاعد تخلي كذا في شمس في الغرفه، فهمتوا؟ طبعا واو 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 واو. طب يمكن هذا الفيو احسن. اروع فيو ممكن تشوفوه في حياتكم. خير ان شاء الله. طبعا هذا الفندق بعد كم ساعه حسيبه عشان اروح الفندق الثاني، بس يعني الزبده. بعد ما خلصت كل اشغالي دحين جيت السوق علشان ادور اوتفيت سؤال حق نفسي، ما عندي ولا شيء. فانا لين دحين ما عندي صراحه يعني مره فكره في راسي، بس اكثر الاشياء اللي احس انها سهله انا اسويها وحتكون مره حلوه البس جاكيت كذا اللي يلمع. تعرفوا الجاكيت لما تصوروه بالكاميرا كذا يعكس على الكاميرا مره كانه فلاش. ابى هذا الجاكيت معاه بنطلون كذا فيه ترتر او حاجه تحت المود نجوم عشان اسوي لوك سبيس. بعدين متردد على لوك باربي لانه عندي جاكيت باربي بس ما اعرف اسوي لوك باربي ولا لا، لانه ما اعرف كيف اسوي ميك اب وجهي ما ادري صراحه. هذا احسه يلمع كفايه صراحه، مو مره كفايه بس هو اكثر شيء يلمع لقيته عشان لوك السبيس. احسه رايح على بني. شوفوا هذا اللي كنت اتكلم عنه، بس ابا عنده اكمام. ما انتم مستوعبين قديش هو قاعد ينور مره، قاعد يكون حلو هنا. بس والله لو ما لقيت اكمام 100% حشتري، او ممكن البس ابيض برضه يعطي مود السبيس. هذا برضه ممكن بس ما يلمع زي هذاك. يا الله كل شيء فيه اللي انا ابغاه. الحين صار تغيير في مجرى الامور. وانا قاعده اشوف هذه الاشياء اللي تلمع حقت الفضاء ايش لقيت. شوفوا انا احس انه مره حلو. ليش؟ علشان اقدر اسوي هنا في وجهي زي هذا كذا هنا كامل، احس انه مره حكون حلوه الصراحه.
طبعا جينا اهم مكان اللي هو سيفورا علشان اشتري اشياء اسوي بها اللوكات الحلوه وكذا. بس سالتهم اذا عندهم لانرات ملونه وقالوا لا. تخيلوا طالع نفسي احط رموش زي كذا اوفر للوك حق باربي، بس من عارف اتخيله زي كذا، هذا كله رموش في عيني وانا ما عمري حطيت رموش اصلا، ما ادري كيف حركبها الله يعين. تخيلوا ايش لقيت؟ اكثر شيء طول عمري قاعد ادور عليه، شوف هذا اللي العين كامله، بس ما اعرف حيجي قد مقاس عيني ولا لا. عارفين اخذت من كل شكل واحده. رتبت كل الاشياء، الميك اب وما ادري ايش والاشياء اللي احتاجها، حروح انام بسرعه كلها كم ساعه، وحاط طبعا لا تشوفوا لا تخشوا، حنام كم ساعه وحصحى عشان نختار اي واحد من الملابس اللي نلبسها. مساء الخير رياض. في ملابس حلبسها وفي ملابس دحين صار ما حلبسها، لانه صار عندي فجأة 5 جاكيتات وفي كم اوتفيت مو كاملين، بس جاكيت كذا ما ادري ايش حسوي. فاللبس الوحيد اللي كامل واعرف انه حيكون سو كول هذا هو، حناخذه معانا عند الميك اب عشان نسوي نفس الالوان. بطني اهم شيء اولا واخرا. انا مره متاخره باقي لنا ساعتين والسياره تكون تحت كالعاده مره ما في اي شيء جديد. نفس الوقت حرسمها هنا في وجهي، حبدا بسرعه اسوي ميك اب عيون عشان هذا حياخذ مني مره وقت. انا حتى اللبس يعني ملابس ما قستها. طيب تخيل لبس مقدي اكلنا تبن. ما ابغى اوريكم الفونديشن حق الكيس عشان لا يفك في الطياره مع الضغط، حطيته في كيس والله خايف عليه. معلش اكيد اني لازم اصور تيك توك صح ولا لا؟ حسوي هذا دقيقه عشان ماني حافظه ولا شيء من الان وما في وقت احفظ. راح اسوي البارت الاول اللي يقول كذاب بدي بي ان تمام. اسمع لك من ايش تقول؟ قالت يمني. انا سمعتها قالت يمني صح ولا لا؟ اسمعوا والله لا اقول يمني. بما ان نص الوقت راح واحنا نحاول نغني يمني حندعس في الباقي، وهذا اسهل جزء في الكلمات على فكره. ما حيصير كل شيء في هذه الفقره وي جيت تو سي ايش اشترينا من سيفورا. هذا بيوتي اتوقع هذا هو اللي فيه له الالوان الموف. يا هدى متاخرين يا هدى. الله تجنن الالوان صح؟ وحناخذ اللون مو يعني الغامق على طول نخش ندرع، يعني ناخذ شويه فاتك تسوي حركات. اوكي حطينا موف. واضح عندك من مره تعبانه ومره ناكل ماني قادره اركز، فطلعت برا ابغى اجلس. كمل ايش كنا نسوي حبايبي؟ فين جيمس؟ لقيناه جيمس. اللي بعده بسرعه بسرعه جليتر. نكتر جليتر نبغى يكون عشان اوفر يلمع، فهمتوا؟ خلصنا العيون بس باقي مسكرة وهي الضايعه. يا جماعة يا ويلي يمني طلعت تقول يانج ماني، يانج ماني مو يمني. في التيك توك حتلاقوني يمني. لون موف وحنسوي كذا عشان خلفية للي حنرسم فوقه الرسمات زي الجاكيتس. اوكي نسوي كذا كأني قاعدة اسوي كدمات. برجع هذا على ورا شوية ترى انا عشان مستعجلة، اكتشفت اني قاعدة اروح اصور تيك توك من غيركم وقاعدة اجي. سامحوني حبايبي. طبعا اول شيء حنبدا بقلم حواجب ماي بريسايسلي برو بنسل، لانه الايلاينر لو حمسحه في وسط ده حيصير لكلكة نحن في غنى عنها، ما حخلص ولا ميدل بيست السنة الجاية. بسم الله. حنخلي هذا الحلو هنا عشان نغش منه. حنسوي حبة سعيلة. ايش هذا حدوة تعصن؟ مرة سويت شيء في الشل. عرفت ليش اسوي بقلم الحواجب؟ بعدين في شكل اللي كانه فم، هذا كانه بوسه. ايش في شكل سهل؟ حسوي هنا نقطة، حكثر نقاط شكلي. سويت شكل ما عمره كان في جلد احد، سويت واحد كانه جمبري. اتوقع كذا كفاية. شكلي يحك. كنت ابغى احدد بسرعة عشان يبان انه هذا جلد حيوان وليس رقط. ما شاء الله. شيك الجمال ماني قادرة. الله 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 الله. يا جماعه يا جماعه وش ذا الجمال؟ وش ذا؟ وين ليلى مراد ملكه العالم؟ الله بالطول. قال لكم تموت حنروح نفجر ميدل بيست. يا لهوي الله اكبر. قوم يا رب. يا ساره جبتي لنا الكلام. بعد ما تخدمين يلا يلا باي. المكان هنا يجنن كأنكم جوة حلم. في واحد قاعد يعزف هناك بالساكسفون. مرة حلو شوفوا. واو
بعدهم نشوف ناكله ولا لا. قال كويس. بقي دوري اقيم الاكل انا حقيقي. سو جود. ما ادري بيطلع اندرتيكر ولا مين. مسكون الاغنيه جدا المشاعر. شوفوا مين اللي كل يوم تقولوا لي صوري بلوج مع نوره، صوري بلوج. اهي نوره اهي. مع فيكو صوري، مع فيكو صوري. اوه اوه نوره مع فيكو. دخلت افكارها جوة البلوج. يلا جيبي فكره واحنا نصورها الان. ما في افكار. كل قلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع اللوك الرهيب عشان انتهى اليوم الأول، وننام عشان نصحى ونجهز اللوك الثاني اللي مرة متني إنه ما في ولا شيء. أنا يعني متأكدة منه إنه حيكون تمام. أسبوع خير. Good morning رياض. صباح ثاني يوم، يلا نجهز لبس اليوم. المقترح صراحة هذا هو وات كرمش اللي هو باربي. هاي جايز، اليوم حكون باربي، فحتى الميك اب قاعد احطه بملابس بينك، واليوم كله حتكون شخصيتي هذه الشخصية. اوكي، حتى اليوم متأخرين طبعا as usual، فحسوي ميك اب مرة بسرعة. حنسوي سكيب لكثير من الخطوات عشان تشوفوا ايش الخطوات المهمة، يعني ما يهمكم التأسيس صح، اذا جيت عند العيون بناديكم. طبعا في هذا اللوك اهم حاجة الخشم، خشم باربي كذا كان. لا هذا خشم ما عبسي اللي مع عدنان لينا. لازم ايش نسوي له؟ كونتور. طبعا انا سيئه سيئه في الكونتورنج، ما عندكم ادنى فكره، بس نتحدى الصعاب. انا حسجل والشكل اللي طلع معي هذا الباربي حقتي، ما تغير ولا شيء. خشمي نحيف. ليه من هنا صار كذا كانه معي صداع؟ اوه ماي جاد، انا قلت لكم اني سيئه وما حد فيكم حذرني او مسكني. وهدي بلوك على الفيس تيك توك اللي حسويه هذا حق اغنيه هيفا حقت توت توت توت، عشان يعني ما لقيت شيء عن باربي وما ابغى اسوي هذاك حقي. اما باربي جيرل ما خلاص خلاص يعني حلبناه صراحه. بعدين جات هذيك الثانيه اللي ام ناتشر باربي جيرل، خلاص صار نحيف من فوق بس مفلطح من تحت، يعني هذا مفلطح كذا بره يفشل. اللي قاعدين نسويه قاعدين ناخذ اللون الفوشي بس قاعدين نسوي كده عشان بعدين حنسوي الكريس كات هذيك اللي كده. ونسيت الكاركتر حقي اللي قلت اني هتكلم بيه. اوكي نرجع للكاركتر ونحط. او ماي جاد في الكاميرا مره شكله سيء، بس نكمل. لا تراجع لا استسلام، راح احطها عدسات وان شاء الله اقوى اركب رموش الجفن هيك، نحاول ما نبالغ. حطيت له جليتر كمان. يمكن اغلبكم قال بيكو قالت انها بتحط عدسات، ليش بدت الميك اب وما حطت عدسات؟ عشان انا اخاف، فدائما اخلص كل الميك اب بعدين اسوي زي كذا حرفيا واحط العدسه بعيد عن كل الميك اب، واحط كذا شويه كانه يعني نمش واشياء، بس ما عندي روش بينك. حسبي الله عليك يا باربي. نجرب نحط تنت، هذا شويه لونه على بيتش شادو بني. شوف ليش احس انه شكلي في هذا اللوك في النهايه حيطلع معفن. هذه الله يهديها عندها كحل ابيض فور سم ريزن. المشكله الكحل الابيض علي والله لا يرجع ويسلم. كحل ابيض ايه الزفت ده؟ استاذه باربي عيون ازرق، بس انا جيت اشتري ازرق قاعده اشوفني قاعده اتخيلني وانا شكلي زي الزفت، يعني ما تقدروا تشوفوه مره، وازرق على شويه رمادي. شفتوا اللي في تيك توك البنت اللي تحط العدسه في فمها وكذا تسوي تبلبلها بين طلعت تحطه في، ما عندك محلول حطي مويه، مع انه المويه اكثر شيء غلط انكم تحطوه في العدسات، احسن من تفاليل. بسم الله. بكل سلاسه. ترى كذا بيكو تحط عدساتها بعد الميك اب. مين اتصل علي في عيني عدسات؟ منولة. هلا. انا لبست عدسات. ترى منولة في ميدل بيست وانا قاعد اركب عدسات. طيب انا احس يا عدسات يا رموش، الاثنين مع بعض انفير، يعني قاعد اتعذب انا قاعد اتعذب. هحاول اقلد كل بنت انا شفتها تحط لاشز واحذو خطاها. ايش صار الحين؟ المفروض انها ركبت خلاص ولا ايش؟ صراحة كأول مرة احط رموش بنفسي يعني اقيم نفسي تقييم عالي جدا. كيف اللوك حق باربي؟ Do you like it؟ شوفوا رموش. أوريكم كمان شيء مرة كيوت. يا الله يا الله. خلينا نتصل على كن. ألو؟ حلو مرة صح؟ حتصور فيه كذا. وصلنا ميدل بيست.
تاون ستور. ابغى اوريكم الاوتفيت حق منوله. طبعا منوله ما كانت في امس اليوم بس اللي جات. طب لا تلبس النظاره عشان يبان. هاتي النظاره انا البسها وانت وري الناس الميك اب. طالعوا الاوتفيت. بموت شكلها مره كيوت. ايش هذا؟ او ماي جاد دي جي خالد. Is Saudi Arabia in the building tonight? Is the Middle East in the building tonight? This is a dream come true for me to be able to touch the stage in Riyadh. If you want more DJ Khaled, make some noise! Let's go! Everybody jump! صور تيك توك اسمها What's your favorite post? Post قال لك your favorite post. Okay. دار إني الرقة. أقول لكم نقطتي المفضلة. في دجاجة راحت تعزي قالت البقاء لله.
باربي والعدسات عدمت عيني. تخيل لما صحيت هذا كله كان مره منفوخ، الحين لسه شويه منفوخ بس كان مره منفوخ كذا. اللي ايش فيه؟ عشان كانت بتحكني وطول اليوم وانا جالسه زي كذا اسوي قاعد ادمع، فما ادري عقلي يعتقد اني كنت ابكي ولا ايه، فكذا مسوي نفافيخ البكا. لما رجعت البيت فسختها كذا فسختها، كنت مره تعبانه صراحه لما صحيت، وكنت قاعد افكر اني ما اروح، بس قلت في لوك واحد اخير خاطي اسويه اللي هو حق السبيس. اصلا لبسي مو كامل واللبس مرقع على بعضه، بس قلت الميك اب ان شاء الله يحل يعني المواضيع ويوصل الفكره. عشان قعدت مسدوحه كثير قاعد افكر اني ما اروح، اتاخر الوقت مره، الحين الساعه 4 المفروض نمشي الساعه 5، ما ندخل اليوم قلت لكم كل يوم، فحيكون اليوم ازرق وموف، وهنا حسوي كواكب ان شاء الله هيكون حلو. حطيت من هنا ازرق وبعدين سويت موف كذا حركات، كل ما لي ارتجل في البدايه كان بس من هنا، بعدين مطيته على ورا، بعدين حطيته من هنا اللي قاعد احاول اسوي حركات عشان الميك اب يغطي على اللبس بس مش قادر. ففي هذا الجلتر صراحه مره حلو، الله لمعته طلعت حلوه مره، شوف او ماي جاد ام ان لاف وذ ذس جلتر. خرب خرب خرب. طب اقول لكم الحقيقه، انا قررت اني اسوي هذا الميك اب اليوم، او اني اقوم اصلا اليوم، عشان اشتريت هذا وكنت ابغى احط الرموش هذا، بس هذا الطرف الموف هنا في النهايه. شوفوا الرمش مره شكله غريب كذا ونازل على تحت العين، اقول لك ناعسه، يبدو مخيفا. سو غانا دو ات. مرحله التركيب، نركب الثانيه. ايش هذا كان؟ طب الحين حطيت غرف هذه، بس هذه سهله يعني، اول ما تضايقني انتفها. ترى كاني رايحه هذاك المهرجان البرازيلي اللي في الشارع، اللبس وريش وكذا، طول اليوم حقا اسوي كذا بس خايفه تطيح. البلشر ابغى اكتب بلشر لانه هنا كله فوق حرسه. طبعا اول شيء حنسويه ملك الكواكب واللي هو يعني المتعهد الرسمي ورمز الكواكب زحل، فحسويه في اليمين. هذا زحل ولا مين؟ كوكب الارض سهل، خلينا نسوي كوكب الارض. خلاص كذا الارض، طبعا ما حد يدري هذا اي جنب من الارض وايش هذه الدول، بس المهم انتم فاهمين. اسوي المريخ عشان المريخ احمر، حسوي هنا مريخ بس كذا شكله. لا المريخ ما عنده فتحات، عنده خطوط، حخلي هذا كوكب كذا، كوكب مجهول، كوكب بيكو. هذا الكوكب اللي يجي منه الناس الحلوين. مره قاعد اتفاجئ اني قاعد اضبط الدوائر، تعرفوا. حسوي هنا شهاب، يكفي هذا الكواكب صح؟ كلنا فاهمين هذا ايش. شو لونه زحل؟ والله شوفوا انا حسوي زحل بينك، ان شاء الله ما يزعل مننا الزعليين. ناخذ الشادو نسوي حدود لي، ايش رايكم بالشهاب؟ لا بدا يصير اللوك حلو. اي كذا شكلها كأنه الارض. المريخ لونه اورنج بعدين بالاحمر. ما شاء الله قام تكنيس. ايوه انا كذا ابغاه. اخر واحد هذا كوكب بيكو، ايش تحسوا حيكون لونه؟ ممكن اخليه القمر، يعني هو نفسه يعني كوكب بيكو والقمر. وحسوي جوا حفر كذا شكل القمر. فصوص، انا اخذ الفصوص النونات هذول نحط كذا يعني في محلات واماكن مختلفه عشان يعطي شعور الفضاء يعني. طيب اتوقع كفايه يعني، ايش اكثر من كذا فين اروح؟ بس هذه قهرتني، هتكون كنا هذيك الشام حبدلها بوحده سعوديه. اروح البس لبسي طبطب وليس واشوف اذا هذا الوجه كله حرقع ولا ما حرقع عشان نشوف كيف نتصرف عاد. لبسته مع هذا عشان قال لك في له الوان. هاي الشمسيه بنطال جليتري، فضاء ولا مو فضاء؟ حتى هذا قاعد يلمع. ها اوه ماي جاد، تخيل دوبنا وصلنا لقينا محمد رمضان قاعد يغني. مهما نطول هتكون اخر تاريخ، واللي متعود انا اسمع وافوت. لازم يغني جرينيد، لازم الصوت حق جرينيد. ايش هذا كله حيطير؟ لا 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 جيت المكان اللي من اول ابغى اجي. الله كله بينك بموت. طبعا طلع سولة تقول شيء راح وانا ما شفت شيء، بس اهم شيء شفت هذه الحلوه.
يا جماعة فاطمة اللي أنا عشت معاها وتمرمط معاها وقعدنا نجوب المملكة مع بعض في برنامج حق خط سوالف شهر وحشتيني أحس إنك من أهلي حبيبي بنفت الكيوت مع إنه مقفل وطلعوا لي هدية من تحت الأرض كيوت بغض النظر إنه قاعدين نضيع طالع تحت الله هذا محل حق البريميوم ولا حق الجنرال ولا حق مين صح اني صحيت تعبانه ومره ما كان لي خلق اجي بس الحين لما قاعده احس انه قاعد يخلص من البيت احس انه ما ابغى يخلص احس بكره ابغى اصحى واسوي لوك ثاني فجاه كذا اروح بالمطار نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى يا رب أنكم تكونوا مرة انبسطتوا ومرة استمتعتوا صراحة أنا عن نفسي مرة انبسطت ومرة فليت وقابلت كل الناس اللي أحبهم مرة عجبتني فكرة عندنا مكاننا الخاص وفيه له كل الناس اللي أحبهم حرفيا إيمي وهدير وليلى ومها وكذا اللي قابلت فنانين المفضلين وغنيت وصرخت وصورت لكم ترندات الحمد لله ان لحقت ادارك الموقف واطلع لوكات من تحت الارض ما تعرفوا قديش كان هذا الموضوع ضاغطني لا تنسوا تسوي سبسكرايب ولايك وشير تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش اكثر اوتفيت حبيتوا وايش تبغوني اسوي اوتفيتس السنه الجايه كان معاكم مرام بيكو واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باي.